أنه إذا كان ثوبا واحدا التحف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد ربما ينفرج الرداء، فهو من أصعب ما يكون. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقراء غالبا، لا يجد الإنسان قطعتين من الثياب تكون إحداهما إزارا والثانية رداء. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. عمر بن أبي سلمة ما صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، ربيع ابن زوجته أم ابن زوجه أم سلمة. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. في هذا الحديث دليل على جواز أن يؤجر الإنسان إنسانا من الحربيين، ويكون في أمانه وفي جواره، ولا يحل لأحد بعد ذلك أن يهتك هذا الجوار. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت، هل هو حكم شرعي أو تنظيمي؟ أكثر العلماء على أنه حكم شرعي، يعني أن الواحد من المسلمين إذا أجر أحدا فإنه يثبت له حكم الجوار. وأما إذا قلنا حكم تنظيمي فمعناه أن الرسول أجاز ذلك وليس حكم عاما، ولكن الأصل أنه حكم عام. طيب، وفيه أيضا دليل على أنه يصلي الضحى، ولكن العلماء اختلفوا في صلاة الضحى في مكة حين فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو صلاة ضحى أو صلاة فتح؟ فمن العلماء من قال إنها صلاة فتح ومن قال إنها صلاة ضحى. وإذا شككنا فالأمر الظاهر أنها صلاة ضحى فيحمل عليها. نعم. نعم. إذا قلنا إنها صلاة الضحى فليس به دليل على أن للفتح سنة. نعم.
لا، هي المسألة فيها خلاف، بعضهم قال إن هذه سنة الضحى، وبعضهم قال إنها سنة الفجر، فعلى حسب ما يرى الإنسان. بلى يجوز، 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 نعم يجوز، لأن الجوار يصح من كل واحد، وأما عقد الذمة فلا يصح إلا من الإمام أو نائبه، وكذلك المؤاهد العام لا يصح إلا من الإمام أو نائبه. إذا علم أنه مساجد فعليه ضمان، يكون كالقوم الذين بيننا وبينهم ميثاق. والأسير، نعم الأسير في الغالب أنه مستأمن، هو في تحت قبضة المسلمين الآن. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان، يعني كان يقول إنها جائزة، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يكون له ثوبان، ولو كانت غير جائزة لقال إلا لأنزم الناس أن يشتروا ثوبا آخر. نعم، له موقعه النهي عن اشتمال الصم، اشتمال نوعان، اشتمال صم واشتمال غير صم. فاشتمال الصم هو المكروه، لأنه يؤدي إلى أن لا يرفع الإنسان يديه إلى حلو من كبيه في الركوع والرفع منه وقيام الشهر الأول وتكبيرة الإحرام، أو أن يرفعهما فتنكشف العورة، لهذا نهي عنه. ها؟ هذا الفقهاء علوا اشتمال الصم، صم ما يقدر يتحرك. ها؟ أي نعم. الكيفية هو أن هذا الاشتمال يستطيع الإنسان أن يتحرك به، وتلك لا يستطيع. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. لأنه إذا خالف بين طرفيه استكر به، أما إذا لم يخالف فإن العورة ستنكشف. باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال مستر يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال هذه القصة ضافة
قصة ابن عباس وابن مسعود وحذيفة في جواز صلاة الليل جماعة، أنه يجوز أن يصلي أناس الليلة صلاة الليل جماعة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك راتبا، لأنه إذا كان راتبا خرج عن السنة. لكن إذا فعله الإنسان أحيانا وأيقظ صاحبه وقال صلي معي ينشطه، أو زاره صاحب له، أو نزل عنده ضيفا وصلى معه صلاة الليل، فكل هذا لا بأس به. نعم. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يتوعد على ذلك، لأنه ليس من هذه الصحابة. ها؟ كيف؟ نعم، إذا كان ضيقا فالتزر به يعني قصد قصيرا لا يشمل البدن كله، فهذا يتلو إزارا ويصلي بلا رداء، وإن كان واسعا فليجعله على جميع بدنه يلتحف به كما يلتحف الإنسان في الفراش. تأكيدا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا. وفيه أيضا في حديث جابر هذا دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن جابر جاءه بعد أن دخل في الصلاة، وهكذا أيضا حديث ابن عباس فإنه قام بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم دخل معه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أجرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. صحيح، لأن الإزار قصير لا يتمكنون من ضبطه فيعقدونه على أعناقه كهيئة الصغار. الصغير ما تقدر تشد عليه شدا قويا فتأخذ حبلا تشده على رقبته حتى لا ينزل إزاره. وفي هذا دليل على أن مقام النساء في الصلاة خلف الرجال بقوله نعم لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهل يؤخذ منه أن العريان يصلي جالسا؟ نعم، لأنه أثر لعورته. هذا محل النزاع بين العلماء، بعضهم قال العريان يصلي قائما وقد اتقى الله ما استطاع، وبعضهم يقول يصلي قاعدا لأجل أن يستر بعض العورة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في الثياب من صحيحه: باب الصلاة في الجبة الشامية. باب الصلاة في الجبة الشأمية. وقال الحسن في الثياب ينشدها المجوس. باب الصلاة في الجبة الشأمية. الشأمية؟ نعم. عندكم نسخة فيها؟ لا. ها؟ نبر بالألف والهم؟ نعم. نعم. وقال الحسن في الثياب. إن ما عندنا همس. نعم. ما إيش؟ هي لكن هذا ضبطها. العين 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 لمعك عين. نعم. وقال الحسن في الثياب ينسدها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيه الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول،
وصلى علي في ثوب غير مقصور. نعم. أما الصلاة في الجبهة الشامية فجوازها واضح، لأن الأصل الطهارة، حتى وإن كان قد نسجها النصارى أو نحوهم فإن الأصل الطهارة. وأما وكذلك القول الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا، لأن الأصل أيضا الطهارة. وقال نعم رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، فيريد بذلك البول الطاهر كبول الإبل والغنم والبقر وما أشبه ذلك. أما ما صبغ بالبول النجس فهذا بعيد أن يريده الزهري رحمه الله، هذا إن صح الأثر عنه، مع أن صنيع البخاري يقول على أنه يرى أنه صحيح لأنه ذكره معلقا جازما به، والبخاري إذا ذكر الأثر أو الحديث معلقا جازما به فهو عنده صحيح. طيب، وصلى علي في ثوب غير مقصور أي غير مقصور، لأن القصر الغسل، ومنه قولهم القصار يعني غسال الثياب. انظر للأثر عن زهري، قوله وقال معمر وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه، وقوله بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته. ونحن نقول خلافا للشافعية. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. في هذا الحديث كريم على استخدام الحرار، أن الإنسان يجوز أن يستخدم الحر، لأن المغيرة بن شعبة كان حرا. وفيه أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يتوارى عن الأنظار، والتواري بقدر ما لا ترى عورته واجب، لكن التواري النهائي بحيث لا يرى الرجل هذا من الأكمل والأفضل. ويحسن أيضا أن يبعد عن مسامع الناس، يعني حتى لو كان حول شجرة وتوارى بالشجرة وهي قريبة من الجلوس فلا ينبغي، خصوصا إذا كان من ذوي الغازات، لأنه ربما يحدث صوت يخجل منه، وإن كان ليس به بأس، يعني حسب ما جاء في الحديث أن رجلا أحدث بصوت فضحك الناس منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما يضحك أحدكم، أو لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني الضحك من الضرقة لا ينبغي، شيء أنت تفعله. لكن على كل حال في عرفنا يرون أن البعد عن سماع هذه الأشياء أولى. وفي أيضا أنه لا يمسح على ما يستر اليد والذراع بخلاف ما يستر الرجل، والدليل أنها لما ضاقت أخرج يده من السلم، ولو كان يمسح عليها لمسح.
وأما الرجل فيمسح عليها إذا سترت بالجورب والكف، لأن الرجل تحتاج إلى الدراية والعناية بها أكثر من غيرها. وفي الحديث أيضا جواز مسح الخفين لقوله ومسح على خفين. نعم. إذا هنا هذا محل الخلاف، منهم من يقول العبرة بمشقة النزع، فمتى شق نزعه وإن لمسه الكعبين جاز النص عليه. نعم. لا نحملها على بقية الروايات أحسن. إيه؟ لعلها تركت ذكرى، أو أنه لم يرد عليها لأنه في حال لا ينبغي أن يدعو الله فيها، ولهذا سأل من هذا. نعم. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قول البخاري باب كراهية التعري، المراد بالكراهية هنا كراهية التحريم لا شك بذلك، وكان السلف يطلقون المكروه على المحرم، بل في القرآن الكريم أطلق المكروه على الشرك، لما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال في النهاية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذا الحديث سبق لنا. نعم. هذا ليس محل المسح أصلا. نعم سلامة. كيف في صلاة العريان هل يكون قائما قاعدا؟ اي نعم. ونحن نذكر الان قولين نعم. نعم ايش؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما تعرض لغير الصلاه كان ينقل حجاره لبناء الكعبه، فلما تعرض ونزع ازاره وجعله على كتفه ليقيه شدة الحجارة سقط مغشيا عليه، يعني أن هذا علامة أن الله لم يرضى هذا الشيء. إيش يقول في الصلاة وغيرها عندك ترجم هذا من غيره. إذا كانت التعري في غير الصلاة غير محبوب من الله في الصلاة عند أبي باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب. القميص ما هو الخال؟ نعم. ما هو القميص؟ هو الثوب. ثوب؟ نعم. بس ثوب؟ ثوب. نعم. الرداء يسمى ثوب. نعم. الرداء يسمى ثوبا. الثوب السابق.
والإزار السابق يسمى ثوبا. القميص شفت عليك الآن. لا أنا أقول الثوب. الثوب ذو الأكمام. ثوب ذو الأكمام. هنا. باب السراويل. الإزار ذو الأكمام. لكن قال سراويل. لماذا لم يقل سروال؟ لأن اللغة المشهورة السراويل مفردة، وقيل إن سراويل جمع وأن المفرد سروال كما هي لغتنا العربية الآن، لكن اللغة المشهورة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك عبد الله العامر نعم، ولسراويل بهذا الجمع أي صيغة الجموع شبه يقتضى عموم المنع. نعم. وأما التبان فالتبان هو السراويل قصير الأكمام، قصير الأكمام يسمى عند الناس الآن هذا، يسمى هذا الشق شق كلمها على حرف شين شرك شور. طيب على كل حال لكل قوم لغة الظاهر. نعم شمية شرك ايه. هو على كل حال التبان هذا من عهد الصحابة يسمى بهذا الاسم، وهو عبارة عن سراويل قصير الأكمام. هنا طيب بقينا القبى. القبى هو الزبون. القبى هو الزبون. هنا الزبون. هنا عجيب. الزبون عبارة عن لباس له أكمام لكنه مفتوح الصدر إلى الأسفل كأنه عباء. كأنه عباء. نعم فيلبسونه الناس ويسمى قبع قريبا منهم قريبا منهم. نعم استمع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أخو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جزاء الله خير. عمر دائما موفق للصواب، يعني نقص على الثوب في حال الفقر والفاقة، وإذا وسع الله علينا وسعنا. ولهذا نجد الآن أدنى ما على كل واحد منا 4 ثياب أدنى ما علينا، أليس كذلك؟ سراويل، فنايل، قميص، لا تبا ما يشتمل مع سراويل، هذا غطاء الرأس، هذا إما عمامه ولا غطره وطبيعي. هذا من كلام عمر رضي الله عنه مما يصف المرء، لأن الإنسان يخشى أن تكون هذه الزيادة من الإسراف. وكأن عمر رضي الله عنه أو يؤخذ من كلامه أن الإسراف يختلف بحسب المنفق، حسب الآكل، حسب الشارب. قد يكون هذا الشيء إسرافا في حق شخص وليس إسرافا في حق شخص آخر، وقد يكون إسرافا في زمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء.
يعني أن الأمر في هذا واسع، وهذه على أمثلة تدل على السعة في الأمر. نعم. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الشاهد قوله لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس، هذا يدل على أن من عادتهم أنهم إيش يلبسونها، وهذا هو محل الشاهد من حديث. باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد. عندي فيها نص ثانية. ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. عن بيعتين، اللماس والنباذ. اللماس أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمست فعليك بكذا، هذا جهل عظيم، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي ألفا، والبائع يظن أنه لا يلمس إلا ثوبا يساوي عشرة مثلا، فيكون في هذا غرر وجهال. النباذ يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذت إلي فعلي بكذا، يظن أنه سينبذ عليه ثوبا يساوي مئة، فنبذ إليه ثوبا يساوي نعم بالعكس عشرة. النابذ هو البائع، اللامس مشتري، والنابذ بائع، ففيه جهالة، هذا لا شك أنه جهالة ظاهرة. وفيه أيضا ثالث لكن ما ذكر في الحديث، وهو بيع الحصاد. بيع الحصاد يقول البايع للمشتري ارمي الحصاد على هذه الثياب، اي ثوب وقع عليها فهو عليك بكذا، هذا جهاله من الطرفين او من طرف واحد، هو في حق البايع واضح جهال ظاهر، في حق المشتري قد يصيب الهدف، قد يصوب الحجر إلى ثياب يريده كأنما لمسه يصيب الهدف، فهو غرض على كل حال، أما في جانب البائع فظاهر، وأما في جانب المشتري فقد يكون غرضا وقد يكون غير غرض. ومن بين الحصات أيضا أن يقول احتب الحجر فإلى أي مدى وصل من الأرض فهو عليك بكذا، البائع يظن أن المشتري ضعيف وصار المشتري قويا، فلما حذف الحصاد كان البائع يظن أنها تصل إلى 10 أمتار وصلت إلى 50 متر، هي جهالة ولا لا؟ هي جهالة واضحة، لهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني يقول وأن يشتمل الصماء هو محل الشاهد، الصماء هذه صفة للمحذوف التقدير الشملة الصماء التي لا يستطيع الإنسان
يفتح يديه فيها، لو فتح يديه انكشفت العورة. الثالث أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي في ثوب واحد. الاحتباء أن يضم الإنسان ساقيه إلى فخذيه ويمكن قدمه من الأرض ثم يلف الثوب عليه. إذا كان ليس عليه إلا ثوب واحد فإن عورته ستبدو من أي جوانب؟ من فوق. فلهذا نهي أن يحتبي بثوب واحد. أما إذا كان عليه ثوبان مثل أن يكون عليه إزار وعليه رداء فاحتبى بالرداء فهذا لا بأس به. طيب إن احتبى بيديه فيه بأس؟ نعم لا بأس به. إن احتبى بسيف كما فرض بعض الناس في مساجد الكبار تجد الرجل يحتبي بسيف يربطه على ظهره مارا بساق هذا لا بأس. نعم نعم صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. وين؟ ها؟ إزار ورداء. إزار وقميص، إزار وقباء، سراويل ورداء، سراويل وقميص، سراويل وقباء، تبان وقباء، تبان وقميص، تبان ورداء. ها؟ ما جاء السراويل؟ شقونا؟ باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، يعني مع بعض مع بعض. نعم لكن يضم القبى يضم بعضه الى بعض مثل ما نفعل الان في المشلح. من لم يجد لا باس ماذا يصنع يبقى عاريا لم يجد ازارا فماذا يصنع الا ثم قال فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل وماذا يصنع يبقى عاريا ولا نقول يلبس سراويل يعني أبد ما يقول نعم هم نعم هي جائزة لكنها خلاف الأولى فإن كانت سوى ضيقا فهي قد تكون حراما لأنه لم يستر تماما. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشفق ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشفق ولا يطوف بالبيت عريان. انتهى كيف ما اعلم الساعه اعلم
إيه ما هو بعدي أني في ذا الصباح في ذا الصباح الليلة لا أنا أخليها للصباح إن شاء الله كأنك لم تبه. يعني لم تكملها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن قول عكرمة رحمه الله: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. هذا تسأل عنه النساء كثيرا، وهي الصلاة بالشلحة. الشلحة معروفة لكم، ثوب يعم جميع البدن، فنقول هذا جائز ما دام قد سترت ما يجب ستره فإنه جائز، ولا فرق بين أن يكون درعا أو ما أشبه ذلك. نعم. كيف؟ إيه وعطي الرأس. نعم. نعم. إيش؟ سبحان الله العظيم، الله من عجائب. يعني لو 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 صلت غير الشرح بثياب أخرى وهي خفيفة ما أجزأت. الكلام على شرح تستر. نعم. ها؟ لا تظن أن فيه شرح تستر. هل أنت دخلت بيوت جميع الناس؟ نعم. لا يا أخي، أنا أفهم الشرحة إنها عبارة مثل الرجال تلبس المرأة تجلب به قميص الشرحة، لكن هي لها أكمام. طيب هذا المهم، دعوني أقول لكم ما أريد. امرأة يعني عليها ثوب ضافي على جميع البدن لكنه قطع واحد وليس له أكمام، هذا ما أريد، فسموها شلحة أو غير شلحة ما هي. نعم. والرأس، كل الرأس أحيانا يجعلون أظن على الرأس خمارا ويكفي. لا الصمة بارك الله فيك اللي ما يستطيع أن يخرج يديه معه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متدفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. الشاهد قوله متلفعات في مروطهن، التلفع مثل التلحف، ما يعرفهن أحد يعني من ظلمة الليل لم يتبين النهار، وهذا لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنوار في المساجد. نعم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد. قوله رحمه الله نظر إلى علمها، فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام ولكن لا يهتم به المصلي فإنه لا حرج فيه، ومثل ذلك الفرش في بعض المساجد، فرش موشاة
يعني منقوشة، فهل نقول إنها تكره لأنها تنهي المأمومين؟ نقول هذا هو الأصل، لكن الناس إذا عرفوها لن يهتموا بها حتى ولو كانت مشاة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن